شارك كل من سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في أعمال المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل والذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في جامعة الفيصل بمدينة الرياض. وبهذه المناسبة أعرب سعادة وزير التنمية الاجتماعية عن أهمية هذا المؤتمر رفيع المستوى، خاصة وأن مملكة البحرين تولي الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماما بالغا وبالأخص فيما يتعلق بصون حقوقهم وتأهيلهم بكافة السبل سعيا إلى دمجهم في المجتمع، ولما يعكسه المؤتمر من تطلعات وطموحات في مجال رعاية ذوي الإعاقة. من جانبها أكدت سعادة وزيرة الصحة أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على الاهتمام بذوي الإعاقة وتوفير كافة احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم وتمكينهم ليكونوا أشخاصا فاعلين في المجتمع، مشيرة إلى أن البحرين سجلت محطات رائدة ودورا بارزا في المجال الصحي وفي توفير أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية ذات الكفاءة والجودة العالية لهذه الفئة المهمة.